السلام عليكم، ازيكم؟ من 6 ساعات فقط الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا بشكل كبير، وعاوز اقول لك الدنيا مقلوبه في الشرق الاوسط كله. محدش مصدق ان السعوديه وقعت رسميا وفتحت اجواءها للطيران الصهيوني ان هو يطير في مختلف الاجواء السعوديه. والحقيقه من ساعه ما السعوديه طلعت القرار ده والدنيا مقلوبه على السوشيال ميديا. في اللي بيهاجم السعوديه هجوم اعمى، وفي اللي بيدافع عن السعوديه دفاع اعمى. خلاص اقول لك بقى ايه الامن القومي السعودي فوق اي حاجه. في اللي يقول لك لا السعوديه خانتنا وفتحت الاجواء للصهاينه، وازاي يعملوا كده ويطيروا الطيران الصهيوني فوق الاجواء السعوديه، دي السعوديه فيها الكعبه والمدينه، ازاي يسمحوا بحاجه زي كده والكلام ده كله. سواء كده سواء كده، محدش بيسال نفسه سؤال واحد بس، هي السعوديه عملت كده ليه؟ ده اولا. تاني حاجه، اشمعنى دلوقتي؟ والسؤال الاكتر والاخطر، مين اللي ورا الكلام ده كله؟ مين مهندس الصفقات دي؟ صفقه التطبيع السعودي الصهيوني، وهل هيكون في تطبيع فعلا ولا مش هيكون في تطبيع؟ يعني هل دي فقط خطوات ولا خلاص السعوديه هتوقع على اتفاقيه ابراهيم، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الحقيقه انا معايا النهارده تسريبات ومفاجآت طلع من الاعلام الصهيوني بخصوص الصفقه دي. وخلي بالك كل دي تعليقات اوليه فيها مفاجآت، يعني الكلام ده لسه طالع من 6 ساعات. الصحفيين الصهاينه مقالاتك عمالين ينزلوا مقالات غير طبيعيه، كلها معلومات كبيره جدا بخصوص الصفقه دي، وهم كانوا متوقعين حاجه زي كده، والظاهر ان هم كانوا مستنيين فقط الاعلان عشان يكتبوا لك المقالات دي كلها. طيب ايه اللي حصل وايه الاخبار اللي معانا والدنيا ماشيه ازاي؟ اولا في حاجتين. اول حاجه، انا مش بعبر عن رايي الشخصي، يعني انا مش طالع الحلقه دي اوجهك اقول لك انا مع او ضد خالص. انا هقول لك بالظبط ايه اللي بيتقال في الاعلام الصهيوني بدون تدخل شخصي، او انا مش واخد اتجاه، يعني بدافع عنه او بحاول اقنعك بيه خالص. انت كانك بتقرا الصحف بالظبط، وانا رايي الشخصي ده خليه على جنب. ليه انا بقول لك رايي الشخصي خليه على جنب؟ عشان بس ما تحسش ان انت موجه، يعني ما تحسش بس ان انا بحاول اقنعك بحاجه خالص، انت بالظبط بتقرا جريده. ده اول هام. تاني هام، احنا معانا راعي قوي جدا بقى، راعي فخم بصراحه، اسمه بيرفيوم بالاس. بيرفيوم بالاس من اقوى مواقع السعوديه اللي موجوده عندها تشكيلات للعطور في السعوديه. والحقيقه ان الموقع ده بتاع ناس محترمه وفخمه، عندهم فرع في الرياض وعندهم مختلف التشكيلات بتاعه العطور السعوديه. موجود عندهم عطور فرنسيه وموجود عندهم عطور شرقيه، بس الكواليتي بتاعها او الجوده بتاعه العطور نفسها عاليه جدا جدا. هسيب لك الرابط بتاع المتجر اسفل الفيديو لو حابب تبص عليه، لان هم ناس محترمين جدا وعندهم حاجات فخمه قوي قوي. يعني نخش في الموضوع على طول. الحقيقه من 6 ساعات فقط الدنيا مقلوبه عشان السعوديه اعلنت بشكل رسمي انها فتحت الاجواء بتاعتها لمختلف شركات الطيران انها تطير في الاجواء بتاعتها. طيب مين مختلف شركات الطيران وايه اتفاقيه شيكاغو اللي السعوديه رجعت لها دي؟ اتفاقية شيكاغو دي بتنص على ان كل الدول المفروض ما تمنعش طيارات معينة او ما تمنعش شركات طيران معينة من دخول اراضيها او استخدام اجواءها. المفروض الاجواء دي مفتوحة لاي طيران مدني، بس السعودية كانت منع الصهاينة ومنع الطيران الصهيوني من استخدام الاجواء بتاعتها. وعاوز اقول لك ان ما كانش في طيران بيطير بشكل مباشر لاسرائيل ويستخدم الاجواء السعودية، ما عدا استثناء للطيران الهندي. الطيران الهندي كان بيعمل كده، وتايم اوف اسرائيل كانت منزله خريطه كانت كوميديه شويه، يقول لك ايه؟ يقول لك لو طيران العال عاوز يروح الهند بس او عاوز يروح تايلاند، عاوز يروح اي حته في اسيا عن طريق السعوديه، بيعمل ايه؟ بينزل عن طريق البحر الاحمر ويمشي على حدود السعوديه، بس ممنوع ان هو يخترق الاجواء السعوديه. يمشي عن طريق البحر الاحمر كده ويروح، وهو حاطط لك خريطه الهند وقال لك ان الطيران الهندي بيطير بشكل مباشر لاسرائيل، لان الطيران الهندي هو الطيران الوحيد اللي واخد استثناء. فالخريطه دي ما كانتش عاجبه الصهاينه، الا ان بعد توقيع اتفاقيه ابراهيم وبعد ما الامارات وقعت على الاتفاقيه دي مع اسرائيل، وبعد ما البحرين وقعت على الاتفاقيه دي، السعوديه سمحت باستخدام اجواءها للدولتين دول عن طريق اسرائيل. يعني الطيران العال ممكن يروح للامارات عن طريق الاجواء السعوديه، والعكس صحيح، وممكن يرجع من الامارات لتل ابيب عن طريق الاجواء السعوديه. بس ده خط واحد، وفي نفس الوقت في خط تاني اللي هو ناحيه البحرين. يعني لو طيران العال عاوز يخترق الاجواء السعوديه ويستخدمها عشان يروح البحرين مسموح له خلاص، بس هم دول المسارين فقط. اسرائيل قالت لك لا، احنا عايزين نستخدم كل الاجواء السعوديه بس. فالحقيقه ان السعوديه اعلنت كده النهارده
انها وافقت على كده، ودي اول خطوات التطبيع اللي كان الاعلام الصهيوني بيمهد ليها، وانا جيت هنا قلت لك عليها اكتر من مره. السؤال بقى، هي السعوديه حصلت على ايه وليه عملت كده اصلا وما عملتوش كده من الاول ليه؟ بس لان خد بالك لما تم توقيع اتفاقيه ابراهيم على حسب الاعلام الصهيوني، خرج عليهم نتنياهو وقال على فكره انا النهارده وقعت على اتفاقيه ابراهيم مع الامارات والبحرين، قريبا جدا هوقع مع السعوديه وهخلي الطيران الصهيوني يطير في مختلف الاجواء السعوديه، وده كان وعد من نتنياهو. بس الصحف الصهيونيه بتقول لك ايه؟ بتقول لك الوعد حاجه والحقيقه حاجه ثانيه. نتنياهو لحد ما مشي الاجواء السعوديه كانت مقفوله فقط على مسار البحرين والامارات، مش كده؟ ليه بقى السعوديه دلوقتي وقعت على فتح الاجواء بتاعتها للصهاينه؟ سبب واحد بس، على حسب اكسيس، وخلي بالك اكسيس هو المنفرد بكل ده. اكسيس بيقول لك ايه؟ بيقول لك خلي بالك السعوديه حصلت رسميا على جزيرة تيران وصنافير، والجزيرتين تم تسليمهم رسميا للسعودية، وهي الصفقة اللي انا جيت كلمتك عليها غالبا كده من شهر. انا جيت من شهر قلت لك على فكرة السعودية عمالة تتفاوض عشان تحصل على جزيرة تيران وصنافير. طب ايه جزيرة تيران وصنافير؟ انا مش هعيد الكلام تاني عشان الناس ما تزهقش، بس انا هقوله بشكل مختصر. يعني ايه جزيرتين تيران وصنافير؟ جزيرتين تيران وصنافير دول يعتبروا بوابة خليج العقبة اللي بيودي على اسرائيل. جزيرتين صغيرين جدا بس موقعهم استراتيجي للغايه. الحقيقه ان الجزيرتين دول كانت السعوديه اهدتهم لمصر، لان السعوديه ما كانتش عندها اسطول للدفاع عن الجزر بتاعتها، وكان مصر عندها اسطول، فالسعوديه ادتهم لمصر، منها يبقوا جزر استراتيجيه تساعد مصر على محاربه الكيان الصهيوني، ومنها ان مصر تعرف تدافع عن الجزيرتين عشان عندها الاسطول بتاعها. مش انا اللي بقول كده، دي جريده ذا اندبندنت هي اللي كانت قايله كده، واكتر من صحيفه بريطانيه. الحقيقه ان الجزيرتين دول تم احتلالهم اكتر من مره، مره سنه 48 ومره سنه 56 ومره سنه 67. اسرائيل احتلت الجزر دي اكتر من مره نتيجه لموقعهم الاستراتيجي، لان دول بيعتبروا بوابات خليج العقبه. بعد ما تم توقيع اتفاقيه كامب ديفيد، تم اقرار ان الجزيرتين دول يرجعوا تاني للسياده المصريه، بس يقف فيهم قوات دوليه، ماشي؟ ما يبقاش فيهم قوات مصريه، يبقى فيهم قوات دوليه. الحقيقه ان الجزيرتين دول رجعوا لمصر ورجعوا للسياده المصريه، الا ان بعد كده السعوديه طلبت بيهم، لان خلاص بقى عندها اسطول قوي ومن افضل الاساطيل في الشرق الاوسط، فمصر قالت انها هترجعها للسعوديه. جه البرلمان في 2017 وافق رسميا ان هو يرجع الجزيرتين دول للسعوديه، وجت المحكمه الدستوريه العليا اقرت بعوده الجزيرتين دول للسعوديه في 2018. كانت مصر ترجعهم للسعوديه، اسرائيل قالت لك لا مش هرجعهم. يعني ايه؟ يعني قالت لك يا باشا عشان يرجعوا في قوات دوليه، هل السعوديه هتاخد الجزيرتين وعليهم قوات دوليه؟ السعوديه قالت لك لا، دي تبقى سياده ناقصه. يعني ما هو معلش لما تبقى جزيرتين عليهم قوات دوليه ومراقبين دوليين، يعني كده انا مش هعرف احط القوات بتاعتي، فما ينفعش. فالسعوديه قالت ايه؟ السعوديه قالت احنا نقعد مع الكيان الصهيوني ونقعد نشوف هنعمل ايه، احنا ومصر والكيان الصهيوني. جم عقدوا اكتر من اجتماع، كل مره اسرائيل تتحجج وتمشي، يا اما تقول لا وتبوظ الاجتماعات، برضو على حسب مواقع اكسس اكتر من مره، وعلى حسب اكتر موقع بريطاني كان كشف ان الاجتماعات دي كلها اسرائيل كانت بتبوظها، لحد ما اتدخلت الاداره الامريكيه الحاليه في الموضوع، وقالت لك ايه؟ قالت لك يا باشا احنا ممكن نلعب دور الوسيط. ازاي؟ قالت لك احنا ممكن نحل. بعتوا اكتر من مندوب، منهم مستشار البيت الابيض للشرق الاوسط اللي هو اسمه عاموس هوشستاين. عاموس هوشستاين ده كان بيشرف عن مفاوضات الثلاثيه بين مصر واسرائيل والسعوديه. خلاص؟ والحقيقه ان اسرائيل ابتدت ايه؟ تنخ شويه في طلباتها، وقالت لك على فكره انا ممكن ارجع الجزيرتين دول، وممكن اوافق ان القوات الدوليه تمشي. بس لان بموجب اتفاقيه كامب ديفيد القوات الدوليه دي ما تمشيش غير لو اسرائيل ومصر اتفقوا. مصر ما ينفعش تقول القوات الدوليه تمشي، ولا اسرائيل ينفع تقول القوات الدوليه تمشي. فاسرائيل قالت لك انا ممكن امشي القوات الدوليه دي لو السعوديه فتحت الاجواء بتاعتها وخلتني اطير في مختلف الاجواء بتاعتها. مش كده يا باشا؟ معلش انا بحكي لك القصه بسرعه عشان بس اقول لك الدنيا ماشيه ازاي. فالحقيقه ان على حسب موقع اكسس النهارده الموضوع ده شغال بقاله شهور، غالبا كده من بدايه السنه، من بدايه السنه عمالين يتفاوضوا على المفاوضات دي، والسعوديه مش عارفه تواصل الاتفاق. الا ان امبارح جو بايدن وهو بيخطب، وعلى حسب موقع اندبندنت، قال انا متفائل جدا بالتطبيع السعودي الصهيوني، وبص ليائير لابيد. يائير لابيد معلقش، يائير لابيد اللي هو القائم باعمال رئيس الوزراء الصهيوني معلقش، بس دي كانت اشاره على ان الصفقه اتنفذت. خلاص؟ فبعد خطاب جو بايدن
جت المملكة العربية السعودية أعلنت الساعة 2 صباحا أنها فتحت الأجواء بتاعتها للطيران الصهيوني، ومن الناحية التانية أعلن الكيان الصهيوني أو أعلنت إسرائيل أنها هتوافق على إزالة القوات الدولية وتنفذ الصفقة بأن طيران وصنافير تروح السعودية. حد كده ماشي؟ هل في أي مشكلة؟ لا خالص، الدنيا كده إيه؟ أنا شرحت لك الوضع تمام. الحقيقة إن ده يعتبر أول إنجاز بالنسبة لإدارة جو بايدن في الشرق الأوسط، وده يعتبر أول خطوة بالنسبة لجو بايدن في الشرق الأوسط. خلي بالك جو بايدن من ساعة ما دخل البيت الأبيض هو بيحاول يتجنب الشرق الأوسط، بيحاول يتجنبه تماما. ليه؟ معقد جدا، كله مشاكل، فهو أصلا الراجل يعني ضعيف جدا وحالته صعبة، فمش عاوز يفتح على نفسه ملف الشرق الأوسط ده، إلا إن هو اضطر إن هو يجي ويتدخل في الملف لما لقى إن السبيل الوحيد بخصوص النفط وبخصوص الطاقة هو عن طريق الشرق الأوسط، فابتدى يتدخل ويعقد الصفقات دي كلها. فدي نقطة يقدر يعتمد عليها جو بايدن ويقول أنا عملت اللي سلفي أو اللي قبلي اللي هو دونالد ترامب ما عرفش يعمله، اللي هو يبقى فيه تطبيع سعودي صهيوني. الحقيقة فجرت مجلة هآرتس مفاجأة من العيار الثقيل جدا بقى جدا، وقالت لك مين قال لك إن الصهاينة عاوزين موافقة السعودية لاستخدام أجواءها؟ بص كلام غير طبيعي، وعلى فكرة العنوان باين، قال لك peace or no peace، احنا يا باشا بنستخدم الأجواء ليه؟ وبص بقى الكلام المفاجئ، قال لك على فكرة مسؤولين الصهاينة زاروا السعودية أكتر من مرة، وعلى عينك يا تاجر، ده بنيامين نتنياهو نفسه راح قعد مع ولي العهد السعودي في مدينة نيوم، والزيارة دي تمت عن طريق طيران من تل أبيب للسعودية. إيه اللي حصل يعني؟ مش بس كده، ده رئيس الموساد راح السعودية وراح جد، برضه مش بس كده، وزير الخارجية راح السعودية وراح جد. طب ازاي؟ ازاي يقدروا يخترقوا الأجواء السعودية من غير ما السعودية تعترض؟ هي مش السعودية مطلعة قرار أي طيارة تيجي من مطار بن غوريون أو أي طيارة إسرائيلية تخترق الأجواء يتم منعها؟ قال لك آه، بس الصهاينة كانوا بيستخدموا الأجواء السعودية عادية جدا، وكانوا بيروحوا للإمارات وكذا دولة تانية، وهتفاجئ من الدول التانية اللي الصهاينة بيروحوها مع السعودية، بيعملوا فيها حركة ذكية شوية. بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك بيجي مسؤولين الصهاينة عاوزين يروحوا السعودية مثلا، فيجوا يعملوا إيه؟ يجوا يأجروا طيارة خاصة، والطيارة الخاصة دي ما تكونش مسجلة في إسرائيل، لا دي تكون مسجلة في أمريكا، وتكون مسجلة في أي مدينة، في من فرنسا اللي أنت عاوزه يعني، في كوالالمبور، أي طيارة تكون مرخصة في دولة ثالثة، وهي ترخيصها كده يعني، اوعى تفتكر ان هم بيرخصوها، لا هي مرخصه اصلا في دوله ثالثه، يجي مسؤول صهيوني ياخدها. طب الطيارات الخاصه اللي هي مسجله في دوله ثالثه دي بتاعت مين؟ قال لك يا اما مثلا راجل اعمال بيكون جاي زياره لاسرائيل، ممكن الصهاينه يكلموه يقولوا احنا عاوزين ناجر الطياره بتاعتك فيديها له، يا اما راجل اعمال صهيوني او مليارديرات صهاينه اغنياء جدا، ممكن يسمحوا للمسؤولين الصهاينه دول ان هم ياخدوا الطيارات بتاعتهم لان هم اغنياء جدا، فعندهم طيارات مسجله في دول ثالثه خلاص او دول مش اسرائيل يعني. فبيجي مسؤولين الصهاينه يتكلموا مع رجال الاعمال الصهاينه يقولوا لهم احنا عاوزين الطيارات بتاعتكم، فياخدوها ويروحوا السعوديه. السؤال هنا سؤال منطقي، حتى لو الطياره مسجله في دوله ثالثه مش تبع اسرائيل يعني، مسجله تبع امريكا مثلا، طالعه من مطار بن غوريون هتنزل ازاي في السعوديه؟ ما هي السعوديه قافله الاجواء وقالت لك اي طياره تيجي من مطار بن غوريون مش هنستقبلها وما ينفعش تعدي من الاجواء بتاعتنا. قال لك ومين قال لك انها بتيجي على السعوديه على طول؟ لا دي بتنزل ترانزيت، يا مثلا تنزل في العقبه، تنزل في الاردن، تنزل في شرم الشيخ، وبعدين تطلع السعوديه. والراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك الطياره بتنزل مجرد بتعمل لاندنج وبعدين تعمل تيك اوف، يعني مش بتعمل لاندنج مثلا ينزلوا ترانزيت 3 4 ساعات، لا ما هي طياره خاصه بتنزل بس تلمس المدرج وتطلع، تسجل فقط انها ايه تبع المطار ده، سواء العقبه سواء شرم الشيخ سواء اي مطار، بس بياخدوها حجه ان هم يروحوا للسعوديه. فبيقول لك مسؤولين كبار جدا كانوا على مدار الفتره اللي فاتت دي بيخشوا الاجواء السعوديه عن طريق الحركات دي، ياخدوا طيارات مسجله في دول ثالثه وينزلوا ترانزيت في دوله غير السعوديه. بيزوروا مين دلوقتي؟ قطر، بيعملوا نفس الحركه دي مع قطر. وعلى فكره انا كل اللي بقوله لك ده بالخرايط يا باشا، يعني بالخرايط هآرتس منزله خرايط بتاعه الطيارات الصهيونيه اللي راحت السعوديه واللي راحت قطر. شوف قد ايه ده اثبات ان هم عمالين يروحوا ويجوا. فده اثبات تاني ان السعوديه شافت ان كده كده الصهاينه بيستخدموا الاجواء، فايه المانع ان احنا ناخد الاراضي بتاعتنا اللي هي تيران وصنافير مقابل ان احنا نفتح الاجواء؟ وده افتتاح رمزي يعني، ما بقاش الموضوع حساس للدرجه ودي طيارات فقط بتروح وتيجي. خلي بالك ان الصفقه دي مش نهايتها كده، ده الجزء المعلن، انما في جزء غير معلن وهو ايه؟ وهو خلي بالك ان
بعد اسرائيل ما هتوافق على إزالة القوات الدولية دي هتبقى عاوزة ضمانات ان السعودية ما تقفلش خليج العقبة، يعني هتبقى عاوزة ضمانات أمنية من السعودية. والحقيقة ان السعودية تعهدت في الاجتماع الأخير مع الصهاينة انها تحترم اتفاقية كامب ديفيد وتلتزم بيها زي التزام مصر بالظبط، وما تقفلش خليج العقبة بأي شكل. طيب مين اللي هيشرف على التزامات السعودية؟ أمريكا. فإسرائيل هتاخد الضمانات الأمنية دي من أمريكا مش من السعودية، يعني أمريكا هي الملزمة إن مضيق باب المندب بيفضل مفتوح، وإن السعودية مثلا ما تجيش تتفق مع مصر ويقفلوا الخليج ده، لا هو كده هيسيبوه وأمريكا ضمنة الاتفاق ده. بس في جزء غير معلن وهو إيه؟ وهو إن السعودية هتوافق على إن المسلمين اللي جايين من إسرائيل ينزلوا على طول ويعملوا حج بشكل مباشر بالطيران الإسرائيلي. يعني ممكن كانوا بيركبوا طيارات تانية، قالك لا بالطيران الإسرائيلي يجي من إسرائيل ينزل، والمسلمين اللي في تل أبيب يجوا يزوروا السعودية ويعملوا الحج بتاعهم أو العمرة أو هكذا. ده الجزء اللي غير معلن. أنا واقف مش عند كل ده، أنا واقف عند حاجة واحدة بس، مين اللي ورا كل ده؟ يعني خد بالك السعوديين بيتكلموا مع الصهاينة، مين اللي في النص؟ الأمريكان؟ مش الأمريكان، في واحد بيهندس الاتصالات دي. لو انا قلت لك اسمه مش هتصدق. خلي بالك هو مش في الاداره الامريكيه ولا في الاداره المصريه مثلا، يعني المصريين مثلا بينسقوا العلاقات بين الدولتين برضو لا، ولا في الاردن مثلا لا لا، ده في السعوديه. واحد سعودي جوه الاداره السعوديه مسؤول عن الاتصالات الصهيونيه السعوديه. مين هو ده؟ بندر بن سلطان. مين بندر بن سلطان ده؟ وازاي هو راجل خطير قوي كده اللي هو ينسق العلاقات السعوديه الصهيونيه؟ قالك ده راجل خطير جدا. على فكرة الإعلام الصهيوني منزل فيه مقالة يقولك ده برنس، ده اللي بيهندس كل حاجة. قالك بندر بن سلطان ده راجل عنده 73 سنة، والراجل ده أصلا من هو صغير اتدرب في سلاح الجو البريطاني واتدرب في سلاح الجو الأمريكي، إلا إن هو تعرض لحادثة إن طيارته وقعت 1977. من ساعة الحادثة دي وهو عنده مشكلة إن هو مش بيقوم بمهامه القتالية يعني. فالحقيقة إن بعد كده تم تعيينه في أمريكا وبقى سفير السعودية في أمريكا، إلا إن هم فوجئوا يعني السعودية نفسها فوجئت إن الراجل ده عنده مشروع خاص. وهو إيه؟ وهو إن هو عاوز يعمل لوبي سعودي في أمريكا، عاوز يبقى فيه زي اللوبي الصهيوني ده، عاوز يبقى فيه لوبي سعودي يأثر على القرارات الأمريكية. فهيعمل كده إزاي؟ قال لك أنا هعمل كده عن طريق إن أنا أراقب الصهاينة وراقب اللوبي الصهيوني ده بيشتغل إزاي. الحقيقة فضل يراقبه شوية، معرفش برضو يتوصل للمعلومات قوي، لحد ما بقى يلتقي مين؟ لحد بقى يلتقي الجالية الصهيونية أو الجالية اليهودية في أمريكا، ويقعد يتكلم معاهم. الجالية اليهودية وصلته بمنظمات يهودية بتعمل في أمريكا، بتعمل في مجال اللوبي. خد بالك هو اتكلم مع الجالية، وصل لمنظمات وقعد يتكلم، كل ده هو سفير السعودية، لحد ما بقى صاحبه. مش بس كده، ده عمل علاقات وقابل الموساد الإسرائيلي، ورئيس الموساد الإسرائيلي كان على طول بيقابله ويتناقش معاه، ومن هنا ابتدت العلاقات الصهيونية السعودية عن طريق السفير ده اللي هو بندر بن سلطان. خد بالك ان بندر بن سلطان من كتر ما هو راجل خطر، الراجل ده كان له علاقات وثيقة جدا برونالد ريغان، وبعديه كان له علاقات وثيقة جدا بجورج بوش. خلي بالك هو ما قالوش بيل كلينتون، هو بيقولك جورج بوش، هم ذاكرين كده في المقال، قالك جورج بوش ده كان الصديق الصدوق لبندر بن سلطان. ليه بقى؟ قالك اصل بندر بن سلطان لما حصلت احداث 11 سبتمبر شاف ان السعودية ممكن تكون مهددة نوعا ما. اولا بن لادن ده سعودي، ثانيا ان معظم الارهابيين او في جزء من الارهابيين اللي عملوا حوادث او هجمات 11 سبتمبر دول سعوديين اصلا. بندر بن سلطان وثق علاقته اكتر بجورج دبليو بوش، واستغل طريقة عمل الجاليات الصهيونية وجماعات الضغط الصهيونية في التأثير على المسؤولين الامريكان، ان هو ابتدى يطبقها في عمل اللوبي السعودي، وازاي ان هو يوصل لاكبر المسؤولين ويتوطد بيهم، لدرجه ان بندر بن سلطان كان وثيق الصله بجورج دبليو بوش وعيلته. مش جورج دبليو بوش بس، لا وعيلته. فبندر بن سلطان ابتدى علاقاته ونفوذه يكبر جدا، وابتدت السعوديه تسمع اسمه في صفقات تسليح تخصها في امريكا، مش بس في امريكا وفي بريطانيا كمان. شوف اسمه واصل ازاي وعلاقاته ماشيه ازاي. على فكره انا مش بشيد بالراجل ولا بنتقد الراجل، سيب رايي الشخصي على جنب، انا بشرح لك اللي بيتقال في الاعلام الصهيوني. الراجل ده ابتدى يوثق علاقاته بالجاليه الصهيونيه، وابتدى يوصل للموساد، وابتدى ينقل رسائل من بعيد لبعيد بين السعوديه واسرائيل ومن اسرائيل للسعوديه وهكذا، من بعيد لبعيد جدا. الا ان الراجل ده بندر بن سلطان جه مسك رئيس المخابرات السعوديه، ولما بقى رئيس المخابرات السعوديه ابتدى يبقى فيه كلام تاني خالص. وهو ايه؟ ابتدى يقابل الموساد على طول، وابتدى يبقى فيه نقاشات قريبه للغايه. ليه؟ خد بالك السعوديه بتعتبر بشار الاسد عدو ليها وبتحبوش، وده عامل مشترك مع الصهاينه. السعوديه ما بتحبش حماس،
وده عامل مشترك مع الصهاينة، ما بتحبش حزب الله برضه ده عامل مشترك. فابتدى يبقى في تنسيق بين الموساد وبين جهاز الاستخبارات السعودي، مش بقول لك ان هم بيتفقوا مع بعض، بس بيتبادلوا معلومات استخباراتيه فيما يخص ايران، حزب الله، حماس، سوريا. ابتدوا يتبادلوا المعلومات الاستخباراتيه، مفيش تنسيق، مفيش العمل المشترك او يهاجموا هدف مشترك، مفيش الكلام ده، بس بيتبادلوا معلومات مع بعض. ومن هنا بندر بن سلطان ابتدى يبقى هو الاسم الواصل بين السعوديه واسرائيل، الا ان بندر بن سلطان تم استبداله، ما بقاش رئيس المخابرات السعوديه. وبرغم ان هو ما بقاش رئيس المخابرات السعوديه، الا ان الراجل مازال له نفوذ كبير جدا، لان هو اللي هندس صفقه التطبيع دي. ده لو السعوديه هتطبع، انا لحد دلوقتي بقول لك مش معروف السعوديه هتطبع ولا مش هتطبع، ممكن دي فقط اجراءات، انما مفيش حاجه مضمونه. وخد بالك صفقه تيران وصنافير وصفقه فتح الاجواء السعوديه، كل الكلام ده ما تمش بشكل رسمي، ده هيتم بشكل رسمي اول ما يصل جو بايدن النهارده الساعه 5:15 بتوقيت السعوديه، ويعقد اجتماع مع ولي العهد السعودي الساعه 6:15 بتوقيت السعوديه، ويقعدوا يتكلموا. احتمال يحصل اعلان من جو بايدن يطلع يقول عن الصفقه دي بشكل رسمي ويتم الاعلان بشكل رسمي، انما كتطبيع سعودي وكانضمام السعوديه لاتفاقيه ابراهيم لحد دلوقتي ما تمش، لحد دلوقتي ما تمش. خد بالك ان في كلام طالع ان السعوديه بتتكلم على بريكس مع الصين وروسيا، ده كلام جديد خالص، فالموضوع مش واضح. انا بس جبت لك اسرار جديده واسرار مهمه جدا، بس خد بالك الساعات القادمه دي هيطلع اسرار اكتر واكتر، يعني الفتره اللي جايه دي هيبقى فيه معلومات اكتر واكتر واكتر. بس الاعلام الصهيوني مركز على الموضوعين دول، بندر بن سلطان وموضوع ان الصهاينه كانوا بيخشوا الاجواء السعوديه عن طريق طيارات مرخصه في الخارج. يا رب كنت شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب انصر مصر، ويا رب انصر العرب، ويا رب انصر السعوديه، وتحيا مصر. سلام. سيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين.